السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على سيد رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياه سيدنا محمد وبرنامج نور. نور النبي عليه الصلاه والسلام اللي ربنا اخرج به الناس من الظلمات الى انوار التوحيد والقرب من ربنا والانسانيه والرحمه واعمار البلاد. بعد ما جه صلى الله عليه وسلم وكانت الناس في جاهليه يعبدوا الاصنام، يقطعوا الارحام، يسيئوا الجوار. يأكل القوي الضعيف حضارة اللي احنا شايفينها وعايشين فيها دي بصمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا في سنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كده سيدنا النبي بعث وهو عنده أربعين عاش 13 في مكة ودي خمسة يبقى خمسة و13 18 58 سنة صلى الله عليه وآله وسلم أحداث كتيرة فيها سلام وأحداث أكتر بكتير فيها حروب ويمكن علشان كتير من الشباب والبنات اللي بيسمعوني الحمد لله رب العالمين عايشين في بلادنا فيها امان ساعات بيستغربوا ان سيره النبي فيها حروب كتير يمكن اهلنا ابائنا واجدادنا اللي عاشوا 56 العدوان الثلاثي وحرب 67 وحرب 73 يفهموا يعني ايه وقت كان صعب في امه بتحمي نفسها في امه بتحافظ على حدودها في امه بترد كيد المعتدي سنوات صعبه بس بيها بتقوم الحضاره وبيها بيظهر المحب الصادق لدينه ووطنه السنوات دي كانت صعبه جدا في نشاه الدوله الاسلاميه واستقرار الدوله الاسلاميه اللي احنا دلوقتي بنجني, بنجني خيرها وامانها بفضل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واللي كان معاه من جيل الصحابه تيجي قبائل اسمها قبائل رعل وذكوان لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا لسيدنا النبي احنا محتاجين حد يعلمنا القران واحنا حبينا الاسلام والقبائل دي كان اعدادها كبيره جدا فبعت معاهم النبي عليه الصلاه والسلام سبعين واحد من القراء من حفظه القران يعلموهم احكام ربنا ويعلموهم توحيد ربنا ويحفظوهم القران لكن الحادثه دي اسمها بئر معونه بئر معونة الحادثة دي إن الصحابة لما راحوا كان معاهم بقيادة سيدنا حرام بن ملحان أول ما وقفوا في وسط القبائل انطلقت حربة كبداية غدر القتل الصحابة كلهم اللي راحوا عشان يعلموهم القرآن فانطلقت الحربة الحربة فدخلت في ظهر سيدنا حرام بن ملحان خرجت من صدره فأول ما خرجت من صدره قال فزت ورب الكعبة وقتل كل الصحابة وقتها غدراً وظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعي ليالي طويلة على هذه القبائل اللي غدرت بقراء القرآن اللي رايحين يعلموهم مين اللي حكى لنا القصة دي واحد اسمه جبار مين جبار ده؟ ده اللي قتل سيدنا حرام بن ملحان ولما سمعوا بيقول فزت ورب الكعبة قال هذا مما دعاني للإسلام هو مين ده اللي هو بيموت بيقول فزت اللي بيموت بالنسبة لهم هيترمي في الأرض وكل متاع الدنيا بالنسبة له هيروح والأرض هتاكله مفيش بعث ما فيش يوم قيامة ما فيش جنة هو إيه المسلمين اللي عندهم رغبة في حياة بعد الحياة وإن فيها نعيم إيه فزت ورب الكعبة دي فخد الكلمة دي وتأثر وراح بيها وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وحكى لنا القصة دي كان اسمه جبار عدت القصة دي وبعدين نخش في قصة أشد حصلت سنة خمسة إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ سيدنا أبو بكر وعمر وراحوا لبني النضير القبيلة الثانية من قبائل اليهود اللي لسه موجودين في المدينة. بنو قينقاع النبي اجلاهم بعد ما تحرشوا بالمسلمة فراح لبني النضير علشان في بعض المصالح المشتركة اللي ما بين المسلمين واليهود وهم بينهم صحيفة ومعاهدة في بلد واحدة. فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قعد على شيء زي الدكة كده وسند ظهره على حطة جدار بيت. فقعد جوه يتشاور زعماء بني النضير ويقولوا هل لا يصعد منا احد على راس البيت فيقذف عليه حجر فيريحنا منه؟ فنزل سيدنا جبريل لسيدنا النبي يقول له ايه اللي بيحصل ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى فقام النبي مسرعا كانه اراد حاجه. قام النبي بسرعه وخد ابو بكر وعمر كانه رايح يعمل حاجه. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الغادرين جيش من الصحابه وحاصر بني النضير واجلاهم عن المدينه. لما حاصرهم صلى الله عليه وسلم جه عبد الله بن ابي بن سلود راس المنافقين ومجموعه من المنافقين يسخنوا بني النضير يحاربوا النبي لو حاربتوهم احنا معاكم ولو حاولوا ان هم يمشوكم المدينه هنمشي معاكم الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لَإِنْ أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وفعلا خافت بني النضير تحارب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الغدار بيبقى خايف ومشيوا من المدينة وخذلوا المنافقين ولم يتبقى في المدينة إلا بنو قريظة حادثة بئر معونة حادثة غدر ونفسية الغادر سيكولوجيته يعني هو شخص بيشوف الناس أشياء بيحقق بيهم مصالحه بغض النظر عن مشاعرهم وأحاسيسهم وحقوقهم بس المهم إن هو يعمل المنفعة اللي هو عايزها المؤمن ما بيغدرش لأن المؤمن شايف إن الرزق بإيد ربنا والمنفعة بإيد ربنا والبني أدمين عنده هم أغلى وأكرم مخلوق في الكون، أكرم عند الله من الملائكة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نور لنا قلوبنا تجاه نظرتنا للخلق. يوم ما قال لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. ولما شاور على الكعبة وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وشاور على العالمين بكل معتقداتهم وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لكن الغدر وحش تبقى دنيئة قوي لما تكون في الفلوس بين اتنين متشاركين او اتنين متجوزين متعهدين على حسن العشرة او تخيل حد يغدر بعياله او عيال تغدر بأهليها اللي هو كل ما الرابطة بقت قوية كل ما الغدرة بقت وحشة حتى قال صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما طبعا العلماء يقولوا لما ربنا سبحانه وتعالى خرجت من بينهما يعني بقيت مع المظلوم ضد الظالم على الظالم اللي غدر فتخيل بقى كده لما واحد مثلا يغدر بمراته وعياله يبيعها الصيغه بتاعتها قصص بقى يعني الواحد عنده كتير من دي عشان مزاجه وسفرياته ولا واحده ترمي عيالها عشان الكارير المستقبل وترفض ان هي تحط وقت ومجهود في تربيه العيال ارواح اللي خلفتها عشان مصلحتها الشخصيه لا ده صعب جدا ده عشان كده لما النبي قال عليه الصلاه والسلام يوم القيامه يرفع يوم القيامه لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان يعني تشوف بقى الواحد يعني مكتوب ايه على الرايه بتاعته قدام الخلق قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قدام ربنا قدام سن جبريل يوم القيامه قدام الجنة اللي جاية متزينة للصالحين والنار اللي جاية بتزقر علشان نغيظها من العصاة الوفاء جميل وهو الخلق من الأخلاق الأولى عند المؤمنين والغدر الغدر ما نور غدر مضلم ومن المشاهد المهمة جدا في بداية سنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قصة زواج النبي من ستنا زينب بنت جحش هي أصلا كانت زوجة سيدنا زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان اسمه زيد بن محمد لأن النبي كان متبني فاتنسى ما بين الناس زيد بن حارثة وبقى يتقال له زيد بن محمد راح زيد بن محمد جه وابن النبي وكان زمان العرب عندهم عادة التبني إن الإنسان يتبنى واحد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه مع أولاده فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح فلما أراد أن يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح هيخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش بس القصة دي ليها بداية البدايه ان زينب بنت جحش اصلا ما كانتش مستقره في البيت مع سيدنا زيد بن حارث زينب بنت جحش من عيله كبيره جدا في العرب وزيد بن حارثه في الاصل عبد لما جه حكيم بن حزام زمان خالص في مكه بعبيد من الشام وخلى ستنا خديجه بنت خويلد تختار عبد منهم فاختارت زيد بن حارثه وبعدين راحت لسيدنا النبي قالت له احنا جه عندنا عبد جديد فاستوهبه النبي يعني قال لها اديني الولد ده هديه ليا يبقى ملكي فلما اديته له اعتقه رسول الله وتبناه فصار اسمه زيد بن محمد وفضل كده كبر ابن النبي عليه الصلاه والسلام فكانت زينب بنت جحش كتير تزعق مع سيدنا زيد وما كانش مستقر معاها لعدم احساسها بان هو يعني كبير عندها فكان في شيء من عدم الاريحيه في علاقتهم ببعض وكانت سيدنا زيد يروح يشتكي لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له انا عايز اطلق زينب عايز اطلق زينب والنبي يقول له امسك عليك زوجك واتق الله وربنا بقى ينزل القران واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان كان سيدنا النبي يقول اتقي الله خليك ماسك في مراتك لان الحكم ما كانش نزل لسه وعلم سيدنا محمد من ربنا ان في حكم هيتلغي حكم التبني وان ربنا هيجوزه ستنا زينب فكان بيخفي ده جواه لغايه ما يجي الامر من ربنا وكان يخشى على الناس من التغير ده لأن ده تغير كبير عليهم وده من حب سيدنا النبي وحرصه على قلوب المؤمنين وخوفه عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فربنا بيقول له صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بقربه منك وأبوتك ليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك يا محمد والله مبديل حكم نازل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كان سيدنا أنس يقول لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما زيد طلق ستنا زينب فلما قضى زيد منها وطرا يعني خلاص طلقها زوجناكها بأمر من ربنا بأمر من ربنا وبالمناسبة سيدنا زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد اللي اسمه ربنا قاله في القرآن والعلماء يقولوا كده يقولوا إن ربنا قال اسمه في القرآن جبر خاطر ليه لأنه كان اسمه زيد بن محمد فخلاص ما بقاش فيه تبني فبقى اسمه زيد بن حارثة لأن ربنا قال ادعوهم لآبائهم هو عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم خلاص بقى اسمه زيد بن حارثة قل له باسم أبوه الحقيقي ولو ما كنتوش تعرفوا هو مين ابو فلان ده اللي انتوا تبنيتوه يبقى اخوك في الله او الخادم بتاعك ايا كان فاخوانكم في الدين ومواليكم، لكن خلاص ما ينفعش حد يتبنى حد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه اللي تبناه ده. واتجوز النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينب بنت جحش وكانت من اقرب الزوجات لقلب النبي والسيده عائشه بتقول زينب هي التي كانت تساميني يعني تقترب من مقامي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وكانت امراه عابده مصليه وبالمناسبه من ضمن القصص اللي ممكن تقراها في الكتب وهي قصه موضوعه يعني مكذوبه على سيدنا النبي ان سيدنا النبي عيسى والسلام مره بيمر على بيت زيد كده اللي هو كان ابنه بقى فنظر فاذا زينب بنت جحش تغتسل فلما راها النبي وقع في قلبه شيء من التعلق بها قصه مكذوبه متالفه والعلماء كتبوها في الكتب وكتبوا تحتها ده حديث موضوع مكذوب يا اخي المحترمين من الناس ما يعملوش الحركه دي ما بالك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وتجوزها النبي وقبل ما ينتقل للرفيق الاعلى قال اسرعكم لحوقا بي أطولكن يدا فكانت الزوجات النبي تقعد تقيس ايديها ببعض كده ولم يكن المقصود الايد الطويله انما أطولكن يدا يعني أكثركن انفاقا في سبيل الله وهي اول زوجه انتقلت للرفيق الاعلى ماتت بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة زواج سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ستنا زينب بنت جحش من أشهر القصص اللي فيها أحاديث مكذوبة وموضوع على سيدنا رسول الله وهي من أشهر القصص اللي كتير من المسلمين سمعوها بطريقة غلط فكأنهم اتوجعوا كده في قصة حياة النبي وبعدين سكتوا سابوا الوجع جوه من غير ما يسألوا يعني قصة اللي موجودة في بعض كتب التفسير وهي موجودة ليه؟ جماعة يعني كتب التفسير مش متألفة لينا للعوام كتب التفسير أغلبها متألفة للعلماء أو لطلبة العلم اللي يفهموا علم الأسانيد يعني إيه علم الأسانيد؟ يعني ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يقول لك قصة موضوعة مكذوبة أو إسرائيليات لا يقبلها عقل بس هو إيه وقال لك قبلها معلومه ان دي مكذوبه قالها لك ازاي عن طريق الاسناد عن فلان على فلان العلماء يفهم لما يقولي الاسناد ده اللي فيه فلان ده يقصد يقول انا بس حاطط لك القصه دي هنا عشان تبقى متارشفه يا يعني محطوطه في مكانها ذكر في القصه دي المعلومات دي بس انا قايل لك الاشاره هنا ان خد بالك في هنا كذب في القصه دي العالم يفهم الكلام ده ويفهم ليه حطوا الحاجات دي في الكتب عشان يبقى متقال في كتب التفسير كل ما ورد في القصة الموضوع والصحيح الموضوع حاطينه على جنبه ومدين الإشارة في السند والصحيح محطوط على جنبه ومدينه الإشارة في السند ومعلق عليه الإمام تحت إن هو ده الصحيح لما أنت تيجي تقرأ وإنت مش متخصص تتفاجئ علشان كده مهم انك انت تسال شيخك واستاذك اقرا ايه في التفسير او لما اقرا كتب الامهات التفاسير اقراها ازاي وافهمها ازاي فان النبي عليه الصلاه كان معدي شاف زينب بنت جحش بتغتسل عجبته فحط الموضوع ده في صدره كده فربنا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه دي قصة مكذوبة لا تليق ببسطاء الرجال فما بالك بسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وده يخليك تقول لنفسك لما يحصل لك حاجة زي كده اسأل اسأل لعالم وبلدنا مفعمة ممتلئة بالعلماء اللي لما تسأله يرشدك للطريق الصحيح والحمد لله على وجود الأزهر ما بينا المهمة اللي حصلت سنة خمسة حرب كان في قبيلة اسمها بني المصطلق عايزة تهجم على المدينة. والغزوة اسمها غزوة بني المصطلق بالمريسيع. المريسيع دي منطقة فيها مية اللي حصل عندها الحرب بين مين؟ بين أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين وما بين بني المصطلق. من ضمن المعلومات المهمة اللي محتاج تعرفها إن زمان العرب في الجاهلية كان من ضمن موارد الثروة عندهم إن هم يهجموا على بعض. انك تلاقي مكان مستقر فتهجم عليه تاخد الموارد اللي عنده، وتاخد الشباب اللي عنده عبيد عندك، والنساء يبقوا سبايا عندك، وكان في شيء من عدم وجود القوانين كده، لغايه ما جه صلى الله عليه وسلم وحفظ الحقوق، وعلم الناس ان كيان البني ادم اعظم واكرم عند الله من الكعبه. وهنيجي واحنا بعد شويه في كلام سيدنا النبي في الموضوع ده بالذات علشان فكرة إن قابلتني حرب 40 سنة عشان ده موت لواحد معزة ولا جمل ولا واحد يبص لواحد بصة مش كويسة فيقتلوا بعض فتقوم حرب تقعد عشرات السنين الكلام ده كله سكن بس بعد استقرار أمة النبي عليه الصلاة والسلام فبني المصطلق جه في بالهم إن هم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويهجموا على المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فجهز الجيش وخرج لهم كان كتير النبي ما يستناش الحرب تحصل في المدينة عشان لو حصل اي دمار في الحرب ما تبقاش البلد بتدمر فيطلع يحارب بره وصلوا عند منطقه اسمها المريسيع ده مكان فيه ميه وحصلت الحرب وانتصر النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين خدوا بعض وراجعين وهم راجعين حصل كام موقف مهمين جدا جدا في السنه دي موقف الاولاني ان واحد من المهاجرين وواحد من الانصار في الميه دخلوا راكبين الجمال بتاعتهم فزي ما يكون كده كسروا على بعض زنقوا على بعض فاتخانقوا حد منهم ضرب التاني فواحد منهم قال يا للمهاجرين قال التاني يا للانصار المهاجرين انصار تعالوا هنحارب هنحارب ايه هنحارب ايه ده احنا مسلمين ده احنا امه واحده فسمع النبي الكلام ده قال ما هذا ابي الجاهليه وانا بين اظهركم هو احنا لسه بنقول احنا الفرقه دي واحنا الفرقه دي ونحارب بعض دعوها فانها منتنه. الكلام اللي انتوا بتقولوا ده كلام منتن. كنايه على ان المؤمن المفروض يرتقي عن المستوى ده من الخلاف. يا للمهاجرين، يا للانصار. مين بقى دخل في المشكله دي؟ عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين. دخل عايز يولعها نار. الانصار كانوا هيتخانقوا مع, المه... مع المهاجرين، الانصار دول الاوس والخزرج. اللي كانوا هيتفقوا ويخلوا عبد الله بن ابي بن سلول زعيم، فلما جه النبي بالحق عليه الصلاه والسلام هو اللي كان زعيم للقلوب صلى الله عليه وسلم، فهو متغاظ جدا، فراح للانصار يقول لهم ما هذا؟ كاثرونا في بلادنا ونافرونا واكلوا معنا من اكلنا، عملوا زحمه في البلد عندنا وخلونا نتخانق مع بعض، وشاركونا في الرزق بتاعنا، وكما قالوا قديما سمن سم كلبك ياكلك. يعني تقعد تغذي الكلب بتاعك لغايه ما ياكلك، يعني يغدر بيك. مين سمع الكلام ده؟ سمع الكلام ده سيدنا زيد بن ارقم، واحد من الصحابه. وقام قايل عبد الله بن ابي بن سلول، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. لا تنفقوا عليهم، محدش من الانصار يساعد المهاجرين. يقصد الاعز هو ويقصد الاذل هو اللي يقصد يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعز الناس عليه الصلاه والسلام. سمع الكلام ده زيد بن أرقم فراح قال لسيدنا النبي يا رسول الله ده ناوي يعمل كذا لما نرجع المدينه وبيقول للناس في الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله اطردوهم بقى خلاص كفايه كده فسيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا النبي ايه رأيك؟ أضرب عنقه يا رسول الله قال كلا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لو هتقتله يا عمر لأنه عمال يوقع بينا وبين بعض وعمال يتفق مع اليهود ويغدر بينا هو في الآخر اسمه مؤمن وسطنا مسلم وسطنا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وإن كان النبي عارف أنه منافق وأشد عداوة من المشركين فعبد الله بن أبي بن سلول جيل سيدنا النبي وقعد يحلف له ميت يمين والله ما قلت أي حاجة بعد ما الناس خوفته لحسن ينزل فيه قرآن وربنا يعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له روح قل للنبي استغفر لك ونزلت سورة المنافقين تصدق سيدنا زيد بن أرقم اللي كأنه تهز كده لأن هو سنه صغير وفي بعض الناس قالوا لعل زيد وهم ده بيحلف ميت يمين ما قالش حاجة فتهز سيدنا زيد فنزلت سورة المنافقين في جزء 28 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني حماية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وفي آخر الصورة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وبعدين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ونزل القرآن بنص كلام ابن سلول يصدق سيدنا زيد بن أرقم فجاء سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي شريف عظيم ده ابن رأس المنافقين المنافق اسمه عبد الله بن ابي بن سلول ده عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول قال يا رسول الله ان شئت اتيت لك براس ابي فلا تامر غيري بان يقتله حتى لا ارى قاتل ابي افتكر ان النبي هيقتله لما القران نزل طب انا اقتله انا عشان ما اشوفش حد ماشي قدامي قتل ابويا فقال لا بل نبر اباك ونحصن صحبته ما دام معنا وعلموا صلى الله عليه وآله وسلم ده مش رد فعل ده إحنا هناخد بالنا من أبوك طول ما هو عايش وسطنا يموت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يموت في التوقيع لإن التوقيع وزرع الفتنة ما بين الناس هو أقوى فاس ومعول تضرب بيه تماسك أي صحاب عيلة تمع بلد والتوقيع ده هو احد اكبر اسباب عذاب القبر بالمناسبه عشان بس ما تستصغرش الموضوع ده لما النبي كان معدي عليه الصلاه والسلام على قبور والحديث البخاري مسلم فسمع صوت عذاب قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه لكبير كانوا فاكرينه حاجه صغيره هو كبير قوي واحد من اللي بيتعذبوا واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه يقول كلام كده في صورة الناصح بس بيوقع أنا مش عارف هو ليه بيتكلم عليك بالطريقة، هو ليه مش سايبك في حالك؟ وينقل الكلام يوقع ما بين الناس. هو أنت جوزك بيتصرف كده ليه؟ أنت يا بنتي سايباه كده ماشي على حل شعره كده ما تقولي له حق؟ مين اللي بيتكلم؟ وأنت ما تعرفيش لما يروحوا هيعملوا إيه في البيت؟ نار بسبب الكلمتين دول. شوف بقى الكلام ده وابن أُبي بن سلول بيعمله وبيوقع والنبي يقول ما تتخانقوش مع بعض. يا للمهاجرين يا للأنصار قال دعوها فإنها منتنة أبي الجاهلية دي تصرفات الجاهلية وأنا بين أظهركم علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن من أكبر أعمال الإسلام اللي تقابل بها ربنا تصلح ما بين اثنين متخانقين ومن أقبح الأخلاق توقع ما بين اثنين قريبين لبعض قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام والزكاة أو في رواية والصدقة. قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين. نصلح ما بين بعض. سواء اتنين متخانقين بتصلح ما بينهم أو أنت متخانق مع حد وبتصلح علاقتك بيه وبتبذل مجهود في ده. إصلاح ذات البين العلاقات اللي ما بيننا فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا تحلق الشعر، قال كده النبي عليه الصلاة والسلام بل تحلق الدين. الحلاقة إنك تجيب شعرك بالموس من جدره. الانسان لما بيبقى متغاظ ومتخانق وعايز ينتصر بيفقد كل اخلاقه الادب والذوق والصدق بيجيش كل جيوش الاذيه عشان ينتصر لما اشطلوا بيكسبوا وبيغلبوا بيسيطر عليه العجيب ان سيدنا عمر قال له طب نقتل عبد الله بن ابي بن سلول قال له لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا لو قتلنا المنافق ده المشرك ده اللي بيوقع وبيولع نار الحرب وهو بيدعي الاسلام الناس تقول ده بيقتل اصحابه انا ما اقدرش الناس تتصدم الصدمه دي اخاف عليهم وابنه يقول له طب اقتله انا يقول له لا بر اباك واحسن صحبته نحسن له ما بقي معنا بيعلم بينور لكل ولد وبنت طبيعه العلاقه مع الاب والام مهما كانت تصرفاته بل نحسن له ونبره ما دام معنا بس لسه غزوة بني المصطلق فيها حدث ضخم هيحصل في المدينة رجع المسلمين وقعدوا تقريبا كان سيدنا النبي قعد أقل من شهر تقريبا حاجة وعشرين يوم في الغزوة دي ورجع عبد الله بن أبي بن سلول وابنه متضايق منه جدا إنه قال كده على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فمتغاظ ابن أبي بن سلول إنه اتفضح وبعدين بعد شوية بعد ما الجيش رجع حصل إن ستنا عائشة كانت متأخرة وجاية في جمل بيقودوا صفوان بن المعطل وراجعين لوحدهم. فبص كده عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي متغاظ قال لك الله هم كانوا فين وبيعملوا إيه مع بعض؟ إيه القصة دي؟ بداية حادثة الإفك. الإفك يعني الافتراء الإشاعات الكلام في سمعة أشرف الخلق. سيدة عائشة بتقول إن في غزوة بني المصطلق أنا كنت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما كان بيطلع بره المدينة في تجارة أو في غزوة كان يقرع بين نسائه يعمل قرعة فاللي سهمها اللي نصيبها يطلع تطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكنت وقتها جارية خفيفة لم أحمل اللحم كنت رفيعة يعني فبعد ما خلصوا الغزوة لسه هتركب فوق الجمل في الهودج الهودج الصندوق اللي انت كنت بتشوفه في الافلام بتاعت زمان اللي كانت بتقعد فيه النساء صندوق زي قماش كده. فلسه هركب عشان امشي مع الجيش تلمست صدري فلم اجد العقد. ايه اللي حصل؟ راحت علشان تقضي حاجتها قبل السفر وكان زمان عشان تقضي حاجتك تخش الحمام يعني بتمشي في مسافه بعيده ورا الجبال كده لان ما كانش في حمامات في البيوت غير ان هم في الصحراء اصلا كمان. فلما راحت ورجعت بتتلمس العقد كده ما لقيتوش. قالت فذهبت أتلمس عقدي قال فحبسني ذلك يعني قعدت أدور فجم الجنود يشيلوا الهودج بتاعها وهي أصلاً كانت رفيعه وزنها خفيف فافتكروها جوه الصندوق فحملوا الهودج على البعير ومشيوا وكان سيدنا صفوان بن المعطل وظيفته إنه يقعد بعد الجيش يلم أي حاجه وقعه من الجيش من متاع الحرب من سلاح أو أشياء قيمه فلما رجعت ما لقيتش حد في الجيش خالص قامت قاعده مستنيه يمكن يرجعوا لها فنامت نامت على نفسها كده فلم تستيقظ الا على من يحوق لا حول ولا قوه الا بالله مين صفوان بن المعطل وكان صفوان يعرفني قبل نزول ايه الحجاب ايه الحجاب لما نزلت زوجات النبي انتقبوا بس هي لما كانت نايمه ما كانتش منتقبه وسيدنا صفوان بن المعطل عارف شكلها فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي مقعدك فحكيت له الموضوع فقال لها اركبي فركبت ولما دخلت المدينة وبدأ عبد الله بن أبي بن سلول يطلع إشاعة على سمعة ستنا عائشة زوجة النبي من غيظه من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت المدينة كانت عيانة قالت فظللت في بيتي شهرا لا أعلم ما يدور في المدينة والناس يدوكون أو يلوكون فيما في حديثة الإفك فيما يقال عنها يعني بتقول ولكن ما كان يريبني وانا عيانة أني كنت لا أرى اللطف الذي أراه من رسول الله فكان يدخل فيجلس على طرف السرير يقول كيف اتيكم؟ النبي بقاله شهر بيسمع كلام في سمعة مراته أحب الناس لي عائشة فكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده هم شديد فكان لما يخش وهي عينه إيه الأخبار عاملة إيه كيف تيكم فلما برئت بعد شهر بتقول خرجت مع أم مصطح ابن أثاثة مصطح ابن أثاثة ده قريبهم وكان زي كده إيه بسيط وفقير وكان سيدنا أبو بكر أبوها بينفق عليه فلما خرجت مع أم مصطح إلى متبرزنا المتبرز يعني المكان اللي بيخشوا فيه الحمام البعيد اللي ورا الجبال فهي ماشية أما تكعبلت في العباية بتاعتها أم مصطح فأو هي بتتكعبل قامت قايلة مصطح مسطح عارف لما تقول يخيبك يا أخي فقالت لها أتسبي سيدة عائشة بتقول بقى اللي قالت الكلام ده أم مصطح فالسيدة عائشة بتقول لها أتسبي رجلا شهد بدرا أنت بتشتمي مسطح ليه؟ ما هي السيدة أم مصطح لما خرجت مع عائشة وعارفة أن عائشة ما تعرفش حاجة ومتضايقة أن مصطح ابنها من ضمن الناس اللي بتنقل الأشا... الإشاعة شفت اللي حصل ده بيقولوا على عائشه شفت اللي حصل وعمال كل ما يقعد في حته يتكلم في الموضوع فمتضايقه منه جدا فلما اتكعبلت قالت يخيبك تعس مسطح قالت لها ما تشتميش مسطح ده قريبنا ده ابنك وده شاهد بدر وفي احسن من كده قالت يا هنتاه يا هنتاه يعني اللي ما تعرفيش حاجه اما تدري ما يحدث في المدينه وقامت حكي لها كل قصه الافك قالت السيده عائشه فزدت مرضا على مرضي ورجعت على بيت أبي. وهنقف هنا وهنكمل المره اللي جايه اللي حصل في بيت النبي عليه الصلاه والسلام وفي المدينه في شهر من أصعب الشهور على قلب سيدنا محمد. عجيب جدا إن من ضمن القدوه والأسوه اللي نأتسي بيها في سيدنا محمد إن يحصل في بيته حد يتكلم على شرف مراته. قصة بالنسبة لنا عجيبة جدا شوف سيدنا النبي حصل كل حاجة ممكن أي بني آدم يحتاج لها يعني المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وصلت بيه الوقاحة إنه يتكلم في حاجة زي كده وبعدين ستنا عائشة ما غلطتش مش بس كده غلطة غير مقصودة أو كلمة تتفهم بطريقة غلط فبرضه يا جماعة ما حكتش حقها قالت كده ما فيش صفر ما عملتش أي حاجة ست ضاع منها حاجة راحت تجيبها ده من قدر الله افتكروا ان هم ان هي قاعده في الصندوق الهودج بتاعها شالوه مشوا الصحراء لوحدها عارف ايه صحراء يعني مفيش ميه يعني في وحوش يعني في حاجات كتير فكان سيد الرجاله سيدنا صفوان بن المعطل ركبها على الناقه وبمنتهى الرجوله والحشمه والحياء وصلها ماشي قدامها كده وهي راكبه على الناقه ام المؤمنين لكن اللي عايز يتكلم هيتكلم واللي عايز يتكلم مش هتعرف توقفه مش هتعرف توقف انه ينشئ الفكره وليك في سيدنا رسول الله وام المؤمنين امنا كلنا اسوه لو حد بيتكلم عليك كلام في ظهرك سخيف لو قدرت توقفه وقفه زي ما هتسمع في القصه دلوقتي بس انت مش هتعرف توقف الفكره ان يبقى في ناس هو ما عندوش حاجة في حياته بيعملها إلا أنه كل ما يشوفك بتلمع وبتكبر في الدنيا هو موجوع عشان كده عشان هو ما بيعملش حاجة عشان ما عندوش معنى عايش عشان عشان كان نفسه يبقى مكانك وأقدار ربنا ما جابتوش مكانك عشان كان نفسه يحقق جزء من نجاحاتك وما بيعملش ربع مجهودك اللي أنت بتعمله فما عندوش غير الكلام البشر يحبوا يتقال عليهم كلام حلو لان ده من ضمن القبول الاجتماعي اللي ربنا خلقنا بنحبه والرفض الاجتماعي ان حد يقول عليه كلام وحش في ظهر الناس تشتمني ده بيوجع بس الاستغناء بالله والعلم اليقيني انه لا يضر ولا ينفع الا الله وان اللي بيدافع عنك لما حد بيجيب سيرتك الله وحتى لو الموضوع ده طول زي ما يقعد شهر في حادثه الافك الناس بتتكلم في الموضوع بس العاقبه هتبقى كبيرة قوي في رد اعتبارك كل ما الموضوع بقى صعب فاصبر إن العاقبة للمتقين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة شافوه لما بيغلطوا بينشغل إزاي يرتقي بالنفس المخطئة دي بدل ما يزدري النفس المخطئة دي ويعنفها تعنيف يكسرها لأن الإنسان لما بيغلط لو الإنسان طبيعي يعني زي ما احنا نقول كده الإنسان اللي عنده دم لما بيغلط بحس تاني بالضمير وعايز يعني يطلع من المشكلة دي وعايز تأسف فأنت لو جيت كسرته وقلت له انت كل مره تعمل كده واحنا تعبنا معاك ويا ما احنا لساننا دلدل من كتر ما احنا عمالين ننصح فيك فكانك بتدي له الاشاره انه بني ادم ما فيش منه الرجا ولو كان حد من عيالك يشوف بابا او ماما اكبر كيان في الدنيا فقدوا الامل فيا بتبقى صورته الذاتيه قدامه يعني منخفضه جدا فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ينشغل دائما بتعليم الناس لا بتعنيف الناس. ولما عرفوه كده حبوه قوي. وصاروا بيتصرفوا قدامه على طبيعتهم، ما كانش حد محتاج يمثل لانه مش محتاج يتجمل لانك انت جميل في عين النبي عليه الصلاه والسلام لانك انسان. وكل ابن ادم خطاء. صيغه مبالغه. سألهم لهم خدوا بالكم لما تغلطوا ارجعوا وخير الخطائين التوابون. بس بيقر ان البني ادم بيغلط كتير مع ان الطبيعي ان الداعي الى الله ما يجيبش سيره الموضوع ده يقول ان فوضى انت امنت بربنا واتبعت ربنا واتبعت النبي امشي عدل بقى لكن ربنا هو اللي خلقنا كده فلما عرفوه معلما لا معنفا حبوه جدا كان في بدايه الاسلام لما شرعت الصلاه كان مسموح الناس تتكلم جوه الصلاه وده من التدريج اللي حصل انك لما تبقى بتصلي وتخلص قراءة الفاتحة مسموح لك تقول للي جنبك ازيك اخبارك انت فينك يا ابني جوه الصلاة والحديث في البخاري ومسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الصحابي يقول كده سيدنا معاوية بن الحكم السلمي والحديث في صحيح مسلم جاي من سفر دخل وما يعرفش الحكم ده حكم جديد فالله أكبر بيصلي أم اللي جنبه عطس فاحنا النبي كان علمنا اللي بيعطس بنقول له يرحمك الله فقلت له يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم بصوا لي بصه في الصلاه انت بتتكلم واحنا بنصلي والايمان بيقرا قران او احنا بنقرا قران فرماني القوم بابصارهم فقلت لهم واثك لامي يعني يا ريت امي ما كانتش ولدتني في ايه يا جماعه ما لكم تنظرون الي فاخذ القوم يضربون افخاذهم يصمتونني غير اني سكت قال فلما انتهى النبي من صلاته بص بقى عرفوا من النبي إيه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوالله ما رأيت معلما خيرا قط ولا أحسن منه فوالله ما ضربني ولا كهرني بالكاف كده زي قهرني كده ولا كهرني ولا سبني ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن فبدل ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مش النبي بقى احنا لو انا كنت الامام كنت احب برضه ممكن اعمل سين كده اتضايقت ايه اللي خلى الناس هما بيصلوا ويتكلم ويشوش على الخاشعين فكاني ايه ممكن استغل الموقف ان انا بحب الصلاه وبان حاجه كده معينه تصب فيا انا في مصلحتي اه ده مش النبي النبي نظر هو الموقف ده محتاج ايه ياخدهم كلهم لفوق يعلمهم بدل ما يعنفهم وينصحه بدل ما يفضحه ونفس الكلام حصل يوم ما دخل الراجل اللي انا وانت عارفينه الاعرابي يعني ايه اعرابي يعني مش ساكن في المدينه متربي في يعني قبيله عاش في الصحراء مع شويه عيل يعني عدد من الناس بسيط واغنامه فحياته ما فيهاش التفاصيل اليوميه اللي فيها النبي اللي بيعلمه ويفهمه ويرقيه فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واسلم على ايديه، حاجة جميلة، شوية واتزنق، عايز يخش حمام. احنا الأعراب عادة لما عايز يخش حمام، يلاقي صخرة كده على جنب كده، يقف وراها كده ويتبول. فلقى كده حتة داخلة لجوه في المسجد، إيه الحتة دي؟ محراب. داخل جوه كده، قام واقف فيه وتبول. إيه ده؟ يعني يعني حد يقول لي هو ده مستهين بالمسجد؟ هو ده بيضايقنا؟ هو ده يعني جاي ينجس بيت ربنا وفي المحراب كمان؟ فقام الصحابه عليه فقال صلى الله عليه وسلم اللي بيفكر فيما وراء الفعل، الفعل ده جاي منين؟ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه البول، لا تزرموه. بعد ما خلص قال يا اعرابي ما حملك على ان تبولت في مسجدنا؟ اولست برجل مسلم؟ ليه عملت كده؟ قال له حضرتك الطريق بره رمله والمسجد رمله. هو الرمله اللي بره اللي بنعمل فيها تولد دي نتبول مش زي الرمله دي قال يا رسول الله والله ما ظننت الصعودات اللي هي الطرق والمسجد الا شيئا واحدا قال لا ان المساجد لم تبنى لهذا وقال واريق عليه سجلا من ماء سجل يعني جردل ادلوه جردل فعلمنا ازاي نطهر النجاسه وعلمنا نتعامل مع اللي ما يعرفش ازاي صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه معلما لا معنفا وده يفهمك الراجل اللي جه في حديث البخاري لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي عملت ذنب يستوجب العقاب أطبق عليه الحد وهو بيقول كده سيدنا بلال أقام الصلاة والحديث في البخاري فقال له طب نصلي وبعدين نتكلم خلصت الصلاة قال يا رسول الله أصبت حدا ولم يسأله النبي عن المعصية قال هل صليت معنا؟ قال نعم قال قد غفر ذنبك مش حاجة خلاص مش انت جيت لربنا وتبت كأنه بيقول للناس بص بقى المعلم هنا لكل الناس احنا ما عندناش شراهة للعقاب مش انت جيت تبت خلاص ما نفسك ما تقولش ايه اللي حصل وانت بقيت واقف وسط المصلين تبت الى الله قد غفر ذنبك فلما الصحابه شافوه معلما ولم يعرفوه معنفا احبوه بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا وفيه تتنزل الرحمات وفي تغفر السيئات وفي يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى وفي إحساس السكينة وفي كل حاجة المساجد وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد حياته كانت في المسجد كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه آداب وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت بيه. لأن الأدب هو سر الانتفاع. فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ أولا عشان يعظم الأجر لو بتدور على الأجر ويعظم النفع وأنت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي فمن تشبه بقوم فهو منهم. فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد. فكان بيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا اخش بيتك يا رب اطلع بالانوار دي هذا دعاء الذهاب للمسجد أما السنة الثانية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار وهو قال كده صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا بتحش جري هتوصل الصلاة بتنهج النبي نهى عن كده السكينة لأنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع قام راكع في اول الجامع بره خالص كده وكمل المشي دي الصف راكع النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعود لا ما تعملش كده فدي السنه الثانيه السنه الثالثه هي التزين للمسجد فاكر الايه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان له ثوبان فليلبسهما شيء كده من فوق ومن تحت لان العرب زمان ايام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس فيقول, فيقول لهم لو انت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس التوبين دول ومن ليس له الا ثوب فليأتزر به يأتزر به يلبسه من تحت كده من السره لغايه تحت فان الله احق ان يتزين له دي السنه الثالثه السنه الرابعه انك تروح المسجد وريحتك حلوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اكل ثوما او بصلا ني يعني فريحه بقه ثوم وبصل فليعتزل مسجدنا هذا. لا ما تجيش الجامع وتصلي معانا علشان ريحه التوم والبصل تروح الاول وتعالى حتى لا تؤذي احد، يبقى ريحه الانسان جميله سواء ريحه جسمه او ريحه فمه. السنه الخامسه لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد. كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. او كان يقول دعاء اطول شويه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويخش صلى الله عليه وسلم، فممكن تقول الدعاء الأولاني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أو الدعاء الثاني. وكان النبي لما يطلع من المسجد وده نفس السنة دعاء الدخول والخروج كان يخرج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. افتح لي أبواب رحمتك وأنا داخل في الجامع، وافتح لي أبواب فضلك وأنا طالع للدنيا. اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. اما السنه رقم سته فهو صلاه ركعتين تحيه المسجد. والنبي قال كده عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم الى المسجد فليسجد سجدتين قبل ان يجلس. المقصود بكلمه سجدتين يعني ركعتين. ومره احد الصحابي اسمه سيدنا سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي بيخطب الجمعه فقعد عشان يسمع الخطبه. فالنبي قال له يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. فأنت لو دخلت المسجد ولقيت الإمام بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وأقعد استمع للخطبة. السنة رقم سبعة هو التبكير للصلاة. سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عمل قرعة. لو الناس تعرف ثواب إن تيجي وقت الأذان أو تقدر لو في وقت انت ما عندكش فيه شغل وتقدر انك انت تبقى قاعد في الجامع من وقت الاذان لغايه وقت الصلاه وتصلي في الصف الاول حلو لو بتشتغل ابقى تعالى على الاقامه علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاه لكن لو تقدر انك انت في يوم مثلا اجازه او بعد الشغل تقدر الاذان يأذن عليك وانت في الجامع لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعه من اللي يخش ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه تستهموا لو الموضوع يعني من كتر الزحمه بالقرعه كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الاول التبكير للصلاه ايضا من السنن في علاقه الانسان بالمسجد انك انت تسوي الصف واحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام كان سيدنا النبي يقول كده سووا الصف فان تسويه الصف من اقامه الصلاه الاقامه هي التحسين وفي الروايه الاشهر من تمام الصلاه يبقى شيء اخير من الاداب النبويه والسنن المنسيه في علاقه الانسان ببيت ربنا انك ما تمرش بين ايدين المصلي ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده المكان ده حرام فسيدنا النبي بيقول كده لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر اربعين كان يستنى اربعين فالراوي الحديث بيقول معرفش بقى أربعين يوم ولا شهر ولا سنه، بس لو يعرف اللي عليه من الاثم وهو بيعدي ده كان استنى 40 وما عداش. فدي كانت الاداب النبويه والسنن المنسيه في علاقتنا ببيت ربنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ذرات الوجود. صلي وسلم وبارك على سيد كل والد ومولود سيدنا محمد. حائز الفضيله وصاحب الوسيله ذي الجناب الرفيع سيدنا ومولانا محمد الشفيع اللهم وفقنا الى ما يقربنا اليك وقر اعيننا بما يرضيك عنا واهدنا الى التوكل عليك في جميع امرنا واكتب لنا يا مولانا في كل يوم خيرا وعلما وفهما وتوفيقا ورشدا